يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قام البعض بتفسير قوله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين، فقال معنى ذلك أنك حر أن تدخن ولكن لا تنفث الدخان فيؤذي الآخرين، وأنك حر أن تسمع الأغاني ولكن بعد أن تعلم أنها محرمة فلا ترفع صوت المسجل، فهل هذا التفسير صحيح وهل ينطبق على الآية؟ هذا قول على الله بغير علم، يفسر كلام الله بغير علم والعياذ بالله. ليس هذا معنى الآية، لست حرا، أنت عبد تتبع ما قال الله لك وتأتمر به تفعله، هذا معنى أنت حر. الحرية أن تتحرر من الهوى، الحرية الصحيحة أن تحرر من اتباع الهوى، أن تتحرر من عبادة غير الله عز وجل، أن تتحرر من طلب من الخضوع للدنيا وإيثارة على الآخرة، هذا معنى الحرية الصحيحة، أن تتحرر من هذه الأنواع من الرق الباطل إلى العبودية لله الذي خلقك ورزقك وأمرك بعبادته سبحانه وتعالى، هذا معنى الحرية. نعم.